تعد الجمال أو الإبل والنوق كما يقال في أدرار من أهم الثروات الحيوانية التي تزخر بها الولاية والتي تجلب الفائدة العامة لسكان وأهالي المنطقة. تعتبر لحومها وشحومها بالإضافة إلى حليبها الذي يعد الدواء المفضل للمرضى خاصة أصحاب داء السكري. الناقة فيها فوائد كبيرة، الحليب نتاعها فوائد مليحة فيه له، والدروة نتاعها واللحم نتاعها، الدروة هي نتاعها معناها الشحمة نتاعها ديك هي فوائد كبيرة فيها للمرض كما مرض السكر. وهي الناقة تسرح في البادية في العشب، عشب زين، القرطوفة، الشويحية، كامل هذه الفوائد لينا. وفي هذا الشهر تاع رمضان نستعمله غير هو الأكثرية، نستعمله حليب الناقة، يشدك على العطش، يشدك على صوالح كبيرة، فيه فوائد كبيرة للحليب هذا الإنسان ونتغطاو به وشد علينا العطش في رمضان. هذا الشهر تاع رمضان نستعمله يشد علينا العطش كامل النهار ما نعطشوش. وفيه اللحم نتاعها في الدواء، والروث نتاعها في الدواء، والفواق نتاعها في الدواء، وشحال فيها من حاجه ماوش نحصل نعد وتهلاو فيها. والنورمال الناس تدعم لها شحال وراي ساهيه عنها قاع. فالمربون يعتبرونها وسيلتهم المفضلة في التنقل والترحال خاصة أهالي البدو الرحل، كما أنها تعد وسيلة للتباري في المناسبات الرياضية كسباق المهاري ببرج باج مختار وتميمون الموسمية. فالإبل هي سفينة الصحراء وغذاء ودواء لكل داء لسكان المنطقة.